ده والله ده يعني قبل ما يبقى على ايدي، هو انا بحب اشكر جدا يعني الاستاذ وائل عبد الله صاحب الفكره، وهو اللي تبنى المشروع ده، كان احنا نعمل نوعيه جديده من الافلام يعني. وساندرا الحقيقه اللي هي طلعتنا بالشكل ده، وهي هي اللي قدمت الموضوع وخلتنا كلنا نطلع بالشكل ده. الحاجه الثالثه والاهم، الممثلين كل واحد فيهم نجم، واشتغلنا كلنا مع بعض، هو اللي خلى العمل كله كان حلو، مش لي انا لوحدي ولا لاي حد لوحده، بالعكس كلنا الحمد لله. الحمد لله، وهم كل الممثلين في الفيلم والله يعني هايلين هايلين هايلين، كل واحد فيهم نجم لوحده. الجمهور واعي جدا لما بيعجبه حاجه بيه، فرزقي هاخده دلوقتي، هاخده في العيد، هاخده في اخر الصيف اول الصيف، ده ربنا. فانا ما عنديش قلق في الحته دي، مش حاجه اسمها ان انا الاقي نفسي مع، انا الاقي نفسي مع المخرج اللي احسن مني بكتير، اللي يقدر يطلعني احسن بكتير، وده اتحقق مع كل المخرجين اللي انا اشتغلت بيهم. فانا هشتغل مع المخرج الكويس، راجل او ست، انا ما عنديش، ما بفكرش فيها كده خالص. انا عايز اقول لهم ان الجمهور ده هو اللي بيعملني، وهو اللي، مش انا بس، انا وزمايلي وكل الناس. احنا اهم حاجه عندنا ان هم يبقوا راضيين عنا، الجمهور ده يبقى راضي عني، عادي عن شغلي، عن ادائي. انا بقول ان انا، وبوعده ان انا مش هعمل اي حاجه دون المستوى ان شاء الله، عشان دايما افضل الصوره دي عندهم. بقول لهم ان انا، انتوا اللي عملتوني، فربنا يخليكم ليا يا رب، ودايما اقدر اساعدكم. يجي فيلم انتوا دايما ورانا، ودايما بتدعمونا، فربنا يخليكم لينا يا رب. ايجي فيلم.com دليلك لعالم السينما.